الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن المشروع تابع لمنظمه الفاو، مشروع الممارسات الزراعيه الجيده او الجود اجريكلتشر براكتيك. هذا المشروع بيشترك فيه مركز البحوث الزراعيه معهد بحوث البساتين قسم زراعات المحميه. فكره المشروع ان احنا بنزرع الزراعه بدون تربه، بمعنى ان انا هنا ما بلجاش للتربه ان انا ازرع فيها، فبقدر انتج في البيت. البيت مش بمعنى زراعه الاسطح فقط، ممكن ان انا ازرع في البلكونه وازرع في داخل الشقه بتاعتي او داخل الفيلا او كان عندي باك يارد اللي هي سواء كانت في المناطق المستصلحه او في المناطق الصحراويه. كمان يعني هيدخل علينا كمان بالنسبه للتعدي على الاراضي الزراعيه، خاصه في الفترات السابقه بالنسبه من 2011 حصل تعدي كتير على الاراضي الزراعيه، فمن الممكن هنا بعد تعدي الناس عليها ممكن ان انا ازرع في هذه المناطق اللي اصبح فيها تكدس سكاني. الفكره في السيستم ان انا بحافظ على فيها هنا على نقطه الميه وعلى كميه السماد اللي انا بضيفه للميه، بمعنى ان انا اعمل الري بطريقه مغلقه زي ما احنا شايفين في السيستم اللي زي المقصود قصادي. النباتات اللي انا اقدر ازرعها في هذا النظام النباتات اللي بحتاجها يوميا زي البقدونس والشبت والكزبره والجرجير، يعني بما معناه طبق السلطه اللي انا بحتاجه يوميا بيكون عندي على ترابيزه السفره. بخلاف كده ممكن قوي الفراوله زي ما احنا شايفين في هذا النموذج، ممكن احط خيار، ممكن احط الطماطم، ممكن احط بتنجان وفلفل، فعندي عديد من المحاصيل اللي انا اقدر اشتغل على هذا السيستم. طبعا النموذج اللي قصادي دوت ان ده صحيح لازم ان انا احطه على الارض، لا احنا قلنا ممكن نحطه على الاسقف، ممكن احطه على الجدران الحوائط، ممكن احطه فوق السطوح، وممكن احطه في الارض تحت. عندي كمان المناطق العشوائيه ان احنا بنفقد فيها الجاردنز، فممكن قوي عن طريق الكاوتشات بتاعه العربيات اللي بتبقى مهمله في الشوارع، ممكن عن طريق الازايز زي اللي موجود عندنا في على البوستر كده، ممكن انا اعمل بيها الاحواض. يعني ممكن هنا بعتبر زي تدوير المخلفات الاستهلاكيه بتاعه المنزل ان انا اقدر اعمل بيها احواض وازرع فيها وانتج فيها داخل البيت او خارج البيت او المناطق اللي حواليا، سواء كنت انا في الريف او كنت سواء في الحضر او فوق الاسطح او تحت الاسطح او على ابواب العمارات. فعندي اماكن متاحه جدا ان انا اعمل فيها هذا النظام، منها ان انا بوفر الميه ومنها بوفر السماد. علاوه على كده والجديد اللي فيها ان انا اشغل هذا السيستم على الطاقه الشمسيه، بمعنى انا هنا حتى في البوستر لو في صوره ان انا عندي الطاقه الشمسيه بتاعتي بتطلع لي 220 فولت، بتطلع لي 250 واط، وانا عندي المواتير اللي بترفع لي 3.5 ارتفاع مع 60 ل 80 فولت، بمعنى ان الخليه الشمسيه تقدر تشغل لي سيستم يعمل لي اكتر من سطوح واثنين وثلاثه على ترومبه واحده.